نفتح كده الماب، تعالى نمشي، تعالى نمشي كده، تعالى نروح كده، تمام؟ يلا. مشكلة الصورة خلاص اتحلت، بس يعني هي اتحلت بعد ما الفيديو اتصور، فإن شاء الله من الفيديوهات الجاية هتكون اتحلت، وهحاول هحاول إن أنزل لكم فيديوهات أكتر من الأول، ومش هحاول أقطع. عارف إن المفروض الفيديو ده كان ينزل أساسا يوم التلات، لو كان أول يوم العيد، لكن أنا منزلتوش عشان حصل المهم يعني أهو نزل. فبس يعني حبيت أقول لكم بس إن مشكلة الصورة خلاص اتحلت وكل حاجة، فبس. شعر انت هنا؟ اه تعال يا اسطى، في قلعة كده يا اسطى، شكل فيها وحوش كتير. شايف الأحمر في الخريطة؟ ولا انا مش لاقي معايا بلوكات. استنى يا عم، احنا معانا طب شجر، اطلع بدي. معانا خشب يا عم، اهو مكسر. ثانية واحدة، أنا طلعت فوق. ايه؟ البيت انا مش عايز انط والله، انا مش عايز، البي يا اسطى. استخدم البتاع لان عارف ان اقفل زفت، بس يلا. لا يا اسطى، ما تستخدمهاش يا اسطى، ما تستخدمهاش، هتموت. ايه ده؟ بتدوب ده؟ نزلولي بتدوب يا جاموسه، بتدوب يا جاموسه، استخدم ال... امشي وانت مشفت عشان ما ينططكش، بس او غير البوت بالبوت العادي. عندنا كافي بقى، بس مش محتاجين. ايه بقى الكلام؟ كلام على ايه بقى؟ بص احنا عايزين ننزل، انزل كده، انزل، خليك في النزلة. ولا ايه الوحوش؟ ولا ابو عين مسلوخة؟ اهو. ايه ده؟ ايه ده الكريبرات بقى؟ لا ما ده دايموند. ده الكبر، الكبر عندي بص بيمشي 500 اكس. يا اسطى ما معرفكش. زفت ايه بقى؟ يلا عايزين حاجة زي النار. لقيت حاجة عندي، لقيت حاجة عندي، لقيت حاجة عندي. مدود 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 يا صاحبي، أهم حاجة إن أنا قاعد أصوت ومش بدمج أوي يعني. ولا لقيت ايبك، ايبك لوت بقى. شغل انت شغل. اخيرا ايه بقى دوت بقى؟ كريبر. استنى في حاجة غريبة معايا كده اسمها امبر. I don't know what في I'm حاجات كتير doing. اوي انا مش فاهم هي بتاعت ايه. Just where are you? قال لي واحد لابس عامل ايه ده؟ عامل بيها ايه يعني؟ مش عارف انا هو لابس بيتعمل بيها. Where are you? A few moments later. انا شباب طبعا البدود النوب مات، بس هو تقريبا رجع مع القناة خلاص هياخد حاجته اهو. وانا ايه بقى لا انا عاوز؟ مت من البحر. Baited 123 was killed by magic. تموت تاني؟ Day 2. بص في دايموند ده، بس ما عادش ليه قيمة الدايموند. احنا عاوزين حاجة أحسن بقى. ثانية واحدة كده كده، احنا لو جينا هنا فتحنا كولابس كمان. يلا عشان لما نيجي نعمل مكتبة تطوير. Pages 123 was slain by zombie. بقى بدوت بقى بدوت بقى. نزلت الكهف تاني كده، جيت اخد حاجتي، لقيت نفس الزومبي انا قتلت اسمه ايه دوت، كسرت بتاعت الرسبون بتاعت الزومبي ديت، لقيت 15 واحد قام طلعت. والله لا قتلهم كلهم اخي بقى الحاجات دي، يعني هم مش كتير قوي يعني. يا اسطى
ثانية واحدة ثانية واحدة كده، أنا عندي حركة كده خرتيت خرتيتية الحركة يعني. هما عاملين كده اهو، عاملين انهم طفين عشان حاجة متتحرقش اللي هتنزل منهم. انا يعني انت اللي بتعمل ايه؟ خرجت شغل غير الراجل ده، انا مسكين مسكين معايا سكين سيلفر سيلفر يعني. هاتو ايه ده؟ لقيت حاجة اسمها رونيوم اور، دي حلوة دي. استنى كده، فين 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 اهو. يا جدعان عاوزين حاجة نعمل بيها دروع جامدة يعني، مثلا لو جينا هنا مثلا كتبنا ايه مثلا سورد سورد، هنلاقي انواع واشكال. مهور الدين لقاها فين؟ مش عارف انا، اكيد في الكهف يعني، ما هوش سؤال، بس انا مش لاقي حاجة يعني. مثلا واحد زي ده مثلا، ايه ده يعني؟ لا انا اجيبها ازاي الميدل جيم ديت؟ عشان برضه انه هتجن دوت ده بقى نصنعه ازاي بقى؟ كاندل فاير سورد، والله العظيم في حاجات غريبة. جدعان هو انا لو قلت لكم دلوقتي ان الكهف ده كله احي، طبعا في نت ريبر يا جماعه، حلو. لو قلت لكم ان الكهف ده خلاني وصلني ان للبيت بتاعنا، انا فعليا اهوت في المكان اللي هو تحت البيت بتاعي، والزومبي ده هيفشخني لو وانا مش معايا حاجه اضربه بيها، بس معايا حاجه جميله اهي. ترى يا جدعان رجعنا تاني اهو، طلعت والله انا اللي عزمنا لغايه دلوقتي، انا مش عارف بجد فين. المهم يعني كده ان احنا المفروض حلقتنا هتكون خلصت، ولكن هنصفي الحاجه اللي جات لنا بس كده ونشوف يعني، مش هنصفي هنشوف ايه اللي جالنا يعني. يعني المفروض ان كل الحاجات اللي جات لنا النهارده اهو من الكيفنج، فانا هخلي المونتاج بقى يعني هحرق كل الحاجات اللي جات لنا دي وكده. وفي كريبر هتضرب عليا تقريبا، وفي كريبر جاي لي بسرعه فلاش. ايه بقول لك يا ابني بسرعة جدا يا جدعان، صراحة مود هيكس الابديت دوت صعب، لكن ايه يعني هنحاول نتصرف، نحاول نتصرف يعني، لغز عايزين نحله. المهم يعني ان انا هشوي الحاجات ديت، ان شاء الله الحلقة التانية تبقى احسن من التانية ان شاء الله. ولو حد عنده اي نصيحة يعني، لان احنا كلمة مبدو يعني قليلة علينا، يقولها لنا. وبس نشوفكم الحلقة الجاية، سلام. خد انا بعد ما قفلت التصوير تحته تاني ليه بقى؟ لان انا واقف هنا اهوت وانا في رعب طبعا، وفي حاجة غريبة تمام، ولقيت حاجة جنبي قاعدة بتاكل، فكرت زومبي، ولقيت الخرتيت ده جنبي اللي هو كان بيكهف من 3 ثواني. انا مش فاهمه ازاي جالي الحقيقة هو مش ساحر ولا اي حاجة، انا هو جه عدى من جنبي بعد ما انا المفروض قلت لكم سلام، بس انا مشفتوش. هسيب لكم اللقطة برضو بالبتاعة دي، السلينج دي اللي بص مالها بقى انا جيت بيها. اه